والاختلاف فقط في اللون. بالنسبه للرجال اغلبيه تطلبهم الناس اللي في المناطق البارده جدا تيتلبسوا تحت السراول، يعني ما تيتلبسوش قدام الناس، عكس النساء اللي تيدير لهم استعمالات متعدده تحت البيجامه تحت المونطو تحت الجلابه والاستعمالات جد متعدده. من هنا لهنا تنبداو بليكوت 40 سطر برقم 4 من 40 ل 40، من هنا لهنا 200 سطر برقم 5، نحولوا الرقم 5 الباقي كله من طبيعة الحال 200 سطر، ومن هنا لهنا 160 سطر نفس الشيء برقم 5. وبالنسبة للزيادة ابتداء من هاد 40 سطر كل 6 زائد 1 أو كل 8 زائد 1، هذه إذا كانت المرأة غليظة باش نخليو ليها هنا في يعني 9 كل 8 زائد 1، وإذا كانت المرأة غليظة كل 6 زائد 1. لاحظوا الباساب ديالنا تنديرو الزواقه اللي عجبنا لي كوط اللي عجبنا واحد واحد او اثنان اثنان او او كل شيء من هنا ومن هنا. المانيفاي ديالنا تيكون للاعلى، هادو تيكونوا متقابلين من هنا لهنا ان سي رقم 4 كونتور على صفر، هذا هو اللي عنده علاقه مع الكونتور، ومن هنا سي ان سي ان ورقم 4 ايضا 40 40. بسم الله الرقم الاول ان سي ان سي، الثاني والثالث اكس سي اكس سي، والباقي ان سي ان سي، نديرو 40 سطر برقم 4. ملي نوصلو نقلو العمل من الأسفل، فهمت؟ أو هاد الخيط اللي كاين في الجانب باش ميجيناش الخدمة ديالنا مخروجة، ونخدمو هادو الأسفل. بالنسبة للأخت اللي سولات واش تتقطع الخيط، مين ما يتقطعش نهائيا ضروري هادو باش العمل يطلع. نكملو 40 سطر ديالنا، الإشارة فالكورون تتخدمو قطعتين نقلبوا الرقم 5 ونديروا الباقي 200 سطر. ملي نوصلوا ل 200 سطر ضروري ناخذوا السنتيم ديالنا ونشوفوا هذا العبار هذا واش جاي مع داك القياس اللي خدينا في الاول. بالنسبه ليا انا نزيد حوالي 30 سطر درت 230 سطر في الجوانب، غادي نحيد من هنا نطيح 5 الغرز من الجانبين باش تحدد ليا لافورش، وهذا دونو من طبيعة الحال 230 خاصنا تكون عندنا حتى في الجهة الأخرى.
خمسة، ثم من جهة أخرى نفس الشيء خمسة. ممكن تخدموا حتى بليكوط جوج جوج، ممكن ديروا زواقة اللي عجبكم. ثم نفس الشيء هنا شي بخويت من عندكم واحد آخر، وبه حيدوا ورس كالعادة ورسكم. بالنسبة للإبر اللي حيدناهم تتأكدوا أنهم رجعوا لبلاصتهم باش ما يطلعوش لكم الخدمة وخصوها لكم. الآن غادي نديرو 160 سطر عاود نتأكدوا. الآن عندنا 230 سطر خاصنا ندونوها. كملوا نحبسو الكونتور ردو على الصفر، حيدوه باش ما يديرونجيناش، ونديرو 160 سطر ديالنا ونعاودو نعبرو. رجاء ان الى بدلتوا الزواقه من ليكوط فانتم استعملوا سنتيمتر بزاف، بحيث انني انا بدلت الزواقه فقدني فقط الفوق 120 سطر. 120 سطر كانت كافيه باش نحصل على المقاس اللي لقيت، لان المقاس يختلف من امراه امراه. ملي توصلوا المقاس اللي بغيتوا بالنسبه اللي دايرين زواقات فهما من الافضل يخدموا 10 اسطر او 20 سطر، من الافضل 20 سطر يخدموه بانسي باش يكون سهل عليهم انهم انه يخيطوه يديروا فيه المطاط او لاستيك. صافي ونقطعوا. نحصلوا على هاد جوج طراف هادو ديال الصوف. دائما نشدوا الصوفه ملي نكملوها بهذه الطريقه هكا. هلا نعصروها باش يرجعوا الثقاب كلهم لبلايصهم، ثم نديروا طرف على طرف بهذا الشكل هذا. اما ناخذوا هذه الزواقه ولا هذه، ولا انكم ديروا واحد واحد، عندكم كامل الاختيار. تاخذوا هذا الطرف هذا على هذا الطرف هذا، حطوهم على بعضياتهم بالضبط. قادوا هذا الجزء هذا اللي غادي يكون للداخل هنا، ونخيطوا هذا الجزء غير حد هنا، وهذا الجزء هذا غير حد هنا. من هنا لهنا خياطة، ويكونوا هاد اجزاء على بعضياتهم. كي قلت لكم ملي تساليو الزواقه ديالكم فغادي ترجعوا انسي باش يسهل لكم انكم تقادوا لاستيك ديالكم بهذا الشكل هذا. ثم من هنا لهنا فقط. ثم من بعد ما نجمعوا هاد الجزء هذا فحنا غادي نقلبوا بهذه الطريقه هذه، نجيو لهذا الوسط هذا ونقلبوه هكا باش يرجع لنا هذا الجزء سروال. ثم نجمعوا نحاولوا هاد لي كوط يجيو فوق بعضياتهم، نخيطوهم، ثم نخيطوا من هنا الوسط، ثم من الوسط لهنا. الا بغينا نثبتوا بالابر فحنا نثبتوا باش يجينا ساهل بهذا الشكل. ثم هنا، ثم هنا في الوسط باش يكون ساهل. بغينا وحده نزيدوها في هذا الوسط هذا مزيان هنا، ثم الوسط، ونخيطوا. واخا الابر هنا راه ما غاديش يتهرسوا كيف شرت لكم بزاف المرات هنا هنا. No.